شعب جزائري حالته أصبحت بائسة، بائسة إلى حدود لم يكن يتصورها كثير من الناس. اسمعوا لهذا. محلول والناس الزوالي اصحاب الطوابير كلشي مبلع لهم، قال لي خلص في الليله يخلص 100,000، ماشي حرام، قال لي ما صايبش، قال لي ما صايبش باش ياكل، ما صايبش باش ياكل. اقسم بالله العظيم، نقسم لكم بالله دعواش، اتصلوا بيا عائله البارح، لا زوج تاعها انتحر بالجوع، انتحر وخلى جداري تما وزيدوا يتمونا هنايا، هم يحوسوها وعبسوا باش كاع، باش كاع انتحروا كاع نموتوا. احنا نحلو السبت باذن الله، ان شاء الله نحلو، يعني من السبت هما يمشوا فينا، الناس هنا خدامه مولاي وليدات، هما هذوما هنا هضروا، هضروا باش نوصل مسؤولين، الله يفرح ويصبر، باذن الله كاع نحلو. الحجر راح ناكلوه، الحجر راح ناكلوه، ما كان والو سيدي حماد، ما كان والو. خاوية 4 شهور وحنا مبلعين، من 4 شهور ما سمعناش، حنا لمينا لكم الفاتورة تاع الغاز وتاع الضو، ما نقولوش مينا الفاتورة تاع الضو وتاع الغاز، 4 شهور وحنا نستناو. هذه في تلمسان، هذه تلمسان في التاريخ كانت واحدة من العواصم، عواصم العلم وعواصم الحضارة، مثلها مثل بجاية، مثلها مثل تيهرت، مثلها مثل قسنطينة، مثلها حتى العواصم هذه. شوف أهلها الآن، قالت الأحجار أنا جايعين يعني، وبعثونا غير الفاتورات تاع الغاز وتريسيتي، ولكن الناس راهم شافوا الفاتورات هذا الايام تاع الغاز وتريسيتي، وهي فاتورات كثيره. هذه ايضا لعلك شفتوها من قبل، مش عارف هاي عندك. خاطر سار ماي واش مود الحي، والله ما ادري شعر انا الحي هذا واش مو فاطم، حي ولاد خالد، ولاد خالد انا في حي ولاد خالد، راكو تشوفوا والله كاري تاع عود ما خاوتنا نشوفهم ساكن. واش خاصني فاطم الماطر هنا الماء ما عندكم، جيبوا في سيتي الماء. واش الحجة؟ والو واش ما عندكمش الحجة؟ رجعوا الشعب إلى ما قبل التاريخ، إلى ما قبل التاريخ. هذه في جهة بوسعادة. واش كان في الأغواط؟ كانت مظاهرات أيضا في الأغواط أمس، احتجاجات، جاعت الناس، والناس وصلت إلى حالات نفسية وحالات المرض العقلي ومرض النفسي. هذه في بومرداس. هذو مهندسين، وكانوا اللي يدخل هذه المدرسة يعتبر من المحظوظين أو من المتفوقين. اليابي هذه تاع بومرداس ماهيش حاجة بسيطة يعني، لكن شوف حالهم هم أيضا وين وصلوا. هذا نقل مدرسي، هذه في ولاية الجلفة، نقل مدرسي تبون قال لهم الجلفة ستكون عاصمة من عواصم البلاد. هذه امرأة أم لأربعة أطفال في محاولة انتحار أمس. لولا الناس ولولا الشعب اللي قنعوها بالتوقف لربما انتحرت، وهي تحدث كثير، واحيانا ينتحرون الناس. لكن الشيء الجديد ربما هذا هو هنا اننا نشوف في امراه، مش اول مره هذه، لكن مش متكرر، مش متعود الجزائريين على محاولات الانتحار العلني من طرف النساء. في الغالب النساء مساكن مرات اللي يروحوا ينتحروا، وهذا خطا رهيب في حقهم وفي حق نفوسهم وفي دينيا
لكن في الغالب يكون في السر. هذه خرجت للعلن وام اربع اطفال وعندها بروسيات، يعني بروسيات بلا حدود، وهذا كانت الوقفه في الاغواط. أعطونا حقنا نولوا لاباس. السلام عليكم جماعة، شتو لا فيديو دوكا؟ سيتي مقبيلة في أورلي، وديجا باك واعر جا واحد يبيردي فاميلتو على جنب الفرونتيير تاع لا مار، هادو اللي مغلوقين. تقول شغل البلاد هنا وسمو يا خو غلقوها كي شغل الجزائر تاعهم، حكم المفتاح غلق بيان الجزائر وخلاهم. هذا شغل تاعو انايا بلادي نديرها كيما نحب. يا سي محمد، ما حنا سالو في هذيك الجزائر، ما حنا نحبوها هذيك الجزائر، فهمت؟ ماشي تاعك الجزائر تغلقها كيما تحب. بونديمي شهر شهرين ثلاثه اربعه اسيدي، عاود حل دوك اخو، عاود حلوا الجزائر هذيا. دونك شغل واحد العفايس بيزار قايتك، شغل بيزار سيد ها وشتوه وسمعنا واحد الحكاية، واحد جا باسكو عندو وليدو في الجزائر وراهو مخليه صافي واحد الشهور ما شافوش مرتو هنا مريضة، واحد السيد جا باسكو يماه ميتة هبط قعبه يبكي يبكي هكذا طايح في الأرض شغل هكذا يبكي يماه ماتت وباباه سبيطار. واحد عباك واحد هذا واحد جزائري اليوم، وكان في الحقيقة نشت الفيديو فيها باش ما نطولش عليكم فقط فيها عدة دقائق، وكان يتحدث على السرقة اللي وقعت لي هناك وعلى المصايب. يعني باسبور الجزائر كان ما يديش، أغلب دول العالم ما تقبلش باسبور جزائري إلا بالتأشيرة، الأغلبية العظمى يعني. الآن باسبور الجزائر ما يدخلكش حتى الجزائر، الآن فيه شروط قاسية باش تدخل الجزائر، وكاين ناس راه متألمين ألم شديد، وكاين ناس وصلوا إلى هنا ماتوا في الخارج، وفي ماليزيا، في اندونيسيا، في اسطنبول، في فرنسا، في كل مكان. واللي راهم يجيبوهم في الغالب الرشوة، يعني في الغالب، أو المحظوظ يكون فعلا محظوظ أو قدر يلقى واحد يعرفه أو وقضايا أخرى. وقبل قليل كنت حتى نشوف الأسعار والتهديدات، تهديدات نتاع قطع الغاز والكهرباء على الناس. وأنا من هنا أقول ودرك نوري لكم، درك نسمعكم وين يسكنوا الجنرالات، بعض الجنرالات. أنا من هنا أقول أنه في أي بلد في الحقيقة أنك تدفع خدمات، عندك الماء، عندك الكهرباء، عندك تريسيتي، عندك الانترنت، يعني هناك شركات تقوم بالخدمات فأنت تدفع لهذه الخدمات. لكن من حقك إذا كانت هذه الخدمات سيئة أو كانت هذه الخدمات في الحقيقة هي من مال الشعب أساسا، يعني الجزائر لا تبيع شيء، الغاز هذا من تحت الأرض، فإن ربما ما تدفعش، خاصة بالخدمات السيئة، يعني خاصة بالخدمات السيئة، وخاصة لما تعرف أن هذه الأموال تروح لجيوب المجرمين بالقانون وبغير القانون. درك نعطيكم بعض العناوين وين يسكنوا بعض كبار الجنرالات، لا يدفعون لا ماء لا غاز لا تريسيتي لا انترنت، بل بالعكس الخرفان المسلوقة الفرايس تذبح وتروح لهم للدار كل أسبوع. وقبل فترة، قبل أسبوع والله، كلمتكم على ضابطين كبار، واحد عقيد واحد مقدم، راهم في السجن لأنهم يعني دارولهم تهمة أنكم ما قلتوناش على هذا 300-500 مليون تاع الخرفان. والآن أيضا راح نقرأ لكم رسالة من أحد كبار الضباط على وضع معين، ربما حتى أكثر من رسالة، درك نشوف كم سأقرأ في رسائل. يعني خلينا نشوف بسرعة هذه التهديدات اللي راهي اليوم مرتفعة. خلينا نشوف بعض الجنرالات وين يسكنوا، ونسألوا الناس هناك إذا كان بالفعل يدفعوا ولا ما يدفعوش. السلام عليكم أستاذ، فيما يخص الجنرالات كبار الفاسدين فهم يقطنون في أرقى الأحياء في العاصمة، وهذه الأحياء مقسمة حسب قوة المنصب الذي يتمتع به كل جنرال. فعلى سبيل المثال
أمام وزارة الدفاع يوجد فيلا مدير الإدارة والمصالح المشتركة، كان اللواء مقراني والآن اللواء العميد فاسي. كما يوجد أيضا فيلا للأمين العام لوزارة الدفاع غريس عبد الحميد. من يمتلك فيلا أمام وزارة الدفاع يعتبر من الأقوياء داخل الوزارة. المدراء المركزيون الألوية وعميد مدير مركزي على سبيل المثال يتمركزون في حي 27 فيلا الواقع بين بير خادم حيدرة وسعيد حمدي. حي 27 فيلا الواقع ما بين حي بير خادم حيدرة وسعيد حمدي، ويوجد البعض منهم من لا يقيم في هذا الحي لكن يملك داخله فيلا فخمة مغلقة. فعلى سبيل المثال اللواء دبي يقطن في بن عكنون، اللواء بن بيشة يقطن في الشراقة ويتمتع بصلاحيات رهيبة داخل قيادة القوات، اللواء قايدي يقطن في البرج البحري، اللواء دحماني يقطن في الشراقة أيضا. حي 36 فيلا، بمعنى أنهم يقطنون في أحياء أخرى وعندهم فيلات في هذا الحي، فيلات مغلقة. حي 36 فيلا يتمركز العمداء الذين يعملون في وزارة الدفاع كنواب أو مدراء مكاتب في هذا الحي، يتواجد بالقرب من المحمدية أي بالقرب من المسجد الذي قامت العصابة بافتتاحه مؤخرا، وهو حي جد راقي ونقطة حساسة بالنسبة لهم أيضا. أيضا يتمركز جنرالات في مركز الراحة العائلي بسيدي فرج، حيث يملك كل لواء مدراء مركزيين، قادة نواحي عسكرية، قادة الفرق إلى آخره، بنغالو يقضي فيه نهاية الأسبوع والعطلة الصيفية من بدايتها لنهايتها، كما يسخرون هذا المنتجع لهم ولعائلاتهم حتى أسهارهم وعائلات أسهارهم. فندق المدار بن مسوس، هذا الفندق ليس لكل العسكريين كما هو مقرر في قوانينهم، فهو مخصص أساسا لأبناء الجنرالات وللجنرالات وأسهارهم وإلى آخره إلى آخره. أيضا حيث يوجد المسبح وقاعات الحفلات، وأيضا يذهبون لتناول العشاء هناك لأنه يحتوي على أرقى المطاعم بسعر شبه مجاني. أيضا يوجد حي عسكري يسمى كليرفال، هذا الحي يحتوي على قاعة حفلات من أفخم القاعات إلى آخره، فيها أعراس وحفلات. هذا جزء. هذه الأحياء ما يدفعوش فيها السنتيم، حتى دوميستيك كما يسموهم، حتى الخدام خدام البيت سواء كان نساء أو رجال تدفعها وزارة الدفاع، أي يدفعها الشعب من خزينة العامة. هذا فقط لا، طبعا في كلوب ديبا، كلوب ديبا للواجهة المدنية، لكن أيضا بعض الجنرالات عندهم فيلات في كلوب ديبا، لكن الواجهة المدنية أيضا. تبون النينجا جاء من كلوب ديبا، وين كان يسكن؟ كان يسكن بجنبه ويحيى سلال، الوزراء، بعض الولات، بعض السفراء، بعض الكبار المسؤولين في الدولة مركزين إلى آخره، لا يدفعون شيء، كل شيء مدفوع بما فيها الدوميستيك وبما فيها الهدايا اللي تجيهم والخرفان اللي تقطع وتبعث لهم في الأعياد وغير الأعياد. والحراسة، يعني الناس اللي تعرف كلوب ديبا تعرف أن في عدة أماكن تاع يعني عدة طبقات تاع حراسة، حراسة الدرك وحصا والمخابرات والحراسات الخاصة وحراسات مرات داخل الحراسة، بمعنى أننا أمام طبقة استعمارية. يعني تحولت الطبقة المدنية والعسكرية إلى كولون جدد، وتحول الشعب إلى خماس، كل شعب إلى خماس بشكل أو بآخر. يعني الجنرال اللي آخرهم يدي 60 مليون، تحدث على كبار الجنرالات، لا يدفع كهرباء ولا ماء. الوزراء اللي آخرهم يدي 70 مليون لا يدفع كهرباء ولا ماء ولا أنترنت، لكن اللي يدي 10 مرات أقل 6 ملايين أو 7 ملايين يدفع، اللي يدي 3 ملايين يدفع، اللي يدي صفر يدفع، اللي ما عندوش مدخول، خاصة مع الانهيار تاع الاقتصاد مع الكورونا والإدارة الإجرامية لها يدفعوا، وأحيانا تدفع إضافة ويدفع زيادة ويغلطوا لك، روح تقاتل معاهم إلى نقصوا لك. مرات أنا الوالدة قالت لي أنهم كانوا جاتهم مرات تريسيتي مثلا، هم 4 أو 5 في الدار، تجيهم تريسيتي في شهرين في فترة معينة أو 4 شهور جيهم 3 ملايين 5 ملايين، وروح شكا وحوس على المعرفة وربما مد الرشوة باش ينقصوا لك منها إلى آخره.
كيف تحولت الجزائر إلى هذا الوضع؟ هذا وضع كله راه يتراكم ويدفع إلى ثورة، وخلينا ما نقولوش ثورة لأن الثورة دائما في الحقيقة هي إيجابية، أقل شيء نقوله إلى احتجاجات وانتفاضات الجياع. رانا شفنا في عدة مرات والناس انتحروا أو حاولوا أن ينتحروا، أنا نشوفه في عدة مدن المظاهرات والاحتجاجات، لكن النظام يريد أن يدفعها إلى احتجاجات عارمة. لماذا؟ يستغرب الناس يقول كيفاه؟ كما يوقع الآن في تونس. كنت حاب ندير مقارنة موسعة مع تونس لكن راني نشوف اللي الوقت راهو مر كثير فمش راح ندير المقارنات، ربما نرجع لها مرة أخرى، لكن ركز على الجزائر. اليوم الحراك المسيرة تاع الحراك راهي تقريبا متوقفة إلا مرات هناك أحيانا يوم الجمعة، طبيعي يعني نتيجة الكورونا ولأسباب متعددة خاصة الكورونا. النظام يريد أنه قبل أن ترفع الكورونا، قبل أن يرفع الحظر اللي هو في الحقيقة راه يمارسه بطريقة عقابية، يمارس في الحظر بطريقة في الغالب عقابية، يعني في الغالب أقل شيء بطريقة شعواء أو عشوائية، يريد أن ينفخ وأن يترك الأمور تتراكم. راكم تشوفوا في ارتفاع الأسعار مثلا اليوم من أحد خبرائهم، ماهيش من عندنا يعني، خبرائهم بدك نعطيكم حتى اسمه، مصطفى زبدي يتكلم اليوم ويقول من بين الأشياء اللي يقول فيها أنه لي بري دو بات اوغمونتي دو 40%، العجائن ارتفعت ب 40%، اللحوم ارتفعت ما بين 2.5 إلى 7%، الأشياء المرتبطة بها خاصة بالحليب يعني المرتبطة بال ما بين 10 إلى 15%، الإلكتروميناجي والإنفورماتيك ما بين 20 إلى 40%، لومبالاج حتى لومبالاج ارتفع ما بين 5 إلى 7%، ومن بعد يقول لك في لاكانكيري يعني عموما الأمور اللي هي تتعلق بلاكانكيري 50%، بل أن هناك بعض المواد ارتفعت ب 300%، ويروح للحديد حديد البناء 40%، ويقول لك لما يرتفع الحديد ترتفع كل الأشياء الأخرى في البناء، ويضيف بأن هذا وضع كارثي وأرقام أخرى. مش راح نطول عليكم في الأرقام، راهم عايشين ثم راهم مكتوين بها، مش يسمعوا بها فقط، راهم مكويين بها. لماذا يقوم يعني جزء من هذا الارتفاع الأسعار، الجزء الرئيسي هو تخفيض الدينار. لحد الآن تم تخفيض الدينار ب 21% منذ أن جاء أو من أن وضعوا تبون على رأس الدولة، 21% ما بين جانفي، بداية جانفي 2020 وبداية جانفي 2021 كانت 20%، هذا الأسبوع زاد أو 10 أيام هذه زاد نقص 1%. وبما أن الجزائر تقريبا تستورد كل شيء، فطبيعي جدا أنه كل شيء أقل شيء يرتفع ب 20%، أقل شيء. والأشياء اللي ما زال ما ارتفعتش ب 20% سترتفع ب 20%، سترتفع لأن أنت خفضت دينار. وشنو هنا؟ وناره عملة مقاس، يعني هو كما الميزان، يعني اللي كان يدي 5 ملايين في بداية 2020 راهي ولات له 4 ملايين بتخفيض الدينار، واللي كان يدي 10 راهي 8 ملايين، واللي كان يدي 2.5 راهي 2 ملايين، وهكذا 20% أو 21% يدفعون في اتجاه أن يدفعون بالشعب إلى ما حدث في بداية جانفي، خاصة 5 جانفي 2011 ما عرف آنذاك بانتفاضة الزيت والسكر. إذا كان آنذاك السكر والزيت أدى إلى هذه الانتفاضة، فما بالك الآن السكر والزيت والعجائن والحليب وكل شيء راه يرتفع، واللحم وكل شيء راه يرتفع، والحديد كل شيء راه يرتفع. فهم في الحقيقة يدفعوا في الشعب إلى ثورة جياع. عندما تقوم ثورة الجياع كما شفنا في تونس هذه الأيام، يكون الحرق ويكون النهب ويكون، وشفناها في الجزائر من قبل عدة مرات، بذلك يريدون تهديم الحراك من الوسط. يقولوا هاو الحراك تحول
يحول لك الحراك. هو يريد، هو كل همه تكسير الحراك، وقف الحراك، هدم الحراك، وقيام بالانتخابات التشريعية باش يعود يبني الواجهة. إذن يدفع الشعب كله أو يدفع الناس إلى الاعتقاد أن الحراك تحول إلى احتجاجات، إلى شغب. نظام جزائري متخصص في الشغب، متخصص في نفخ في الشغب، ومتخصص في قمع الشغب. يعرف مليح يقمعه، ويعرف مليح ينفخ فيه ويدفعه إلى الخروج، لأن الشغب يسهل لهم المهام. الناس يحرقوا بانكا، روح مدير البانكا وصحابه، المليارات تروح، تحسب على اللي حرقوا. الشعب هو اللي حرق، بصح هي تروح إلى جيوب الله. يحرقوا لابوست كيف كيف، يحرقوا دائرة كيف كيف، إلى ما يش الأموال ملفات، شركة صناعية كيف كيف. فيزداد النهب في الحقيقة، تدمر إمكانيات الشعب اللي سهلها النظام القائم، جماعة القائمة، الفوضى القائمة، تسهل الشغب ثم تديره ثم تقمعه، ثم هذه المرة ترجع تقول لك الحراك تحول إلى شغب، والناس الحركيين يقولوا حتى روحهم ويسألوا في نفوسهم. الجياع الجوع يدفع إلى كاد الفقر أن يكون كفرا. عجبت لرجل لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهرا سيفه. الجوع خطير صعب. عندما جاء الله سبحانه وتعالى أن يمن على قريش قال لهم أطعامهم من جوع حتى قبل آمنهم من خوف. الجوع خطير، خطير جدا. فهم متجهين إلى جوع كلبك يقوم بالشغب وانت تقوم بقمعه يتبعك. يعني باش نختصر ما قلت ويحيى، جوع كلبك يتبعك، هي جوع كلبك، هي جوع الشعب اللي هما ينظروا له كالكلب عزكم الله، وهو أشرف منهم وأقهر منهم مليون مرة. جوع الشعب، يتضور الشعب من الجوع، يقلق الشعب، يغضب الشعب جزء منه، تحدث أعمال شغب ينفخ فيها النظام إلى مش هو اللي يقوم بها. عنده عناصر اللي بيرتيرباتور، كما العناصر اللي يستخدمهم في فيسبوك، يستخدمهم في اليوتيوب، سي ديزاجون بيرتيرباتور، يعني معروفين عناصر شغبية، تشكك في الناس، تشكك في الأحرار، تشكك. الحمد لله الأمور تجاوزتهم يعني. لكن هذا هو يدخل لي زاجون أجيتاتور وبيرتيرباتور، يكسروا من الداخل وينهبوا من الداخل، وفيما بعد يقول لك بلي الحراك ولا شغب، ويخرج النظرية خاصة لأسياده في الخارج اللي ربما يزعجهم هذيك المظاهر، يقول لهم لا شتو الحراك تحول إلى شغب. إذا الاستراتيجية كلها اليوم مبنية على التخويف بالإرهاب وعلى تحريك الشغب من أجل قمع الحراك. تخويف بالإرهاب قمع الشعب وإرسال الجيش للقتال من أجل الاستعمار، وشغب قمع الشعب وتخويف الحراك وإسكاته وإخراسه، وثم يدفعوا إلى اليأس المطلق. هذا هو التحدي اللي راه اليوم. هل الحركيين يستطيعون، والحراك عموما، أن يحول جوع الشعب وغضب الشعب والميزيريا تاع الشعب والبؤس تاع الشعب إلى قوة فاعلة إيجابية تخدم الحراك السلمي لا عنفي، أم ينتصر الشعب أم ينتصر النظام الفوضى هذه وتحول هذا الشغب إلى قوة لكسر الحراك ولضرب الحراك؟ هذا هو التحدي اللي راه موجود أمام الحركيين وأمام الأحرار. حي الله الأحرار في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.